يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجي عطفة يا جيرة العلمي يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجي عطفة يا جيرة العلمي يا أهيل الجود والكرم نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم أمنوا وبآيات القرآن هنوا فتأيد فينا أخا الوغى يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العلم يا أهيل الجود والكرم نعرف الفتح وتعرفنا والصفا والبيت يعلفنا ولنا المعلى وخيف منا فلمن هذا وكن ركي يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدرجي عطفة يا جيرة العلم يا أهيل الجود والكرم ولنا خير الأنام أبو علي المرتضى حسب وإلى الصبطين ننتصب نسبا ما فيه من دخن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العلم يا أهيل الجود والكرم كم إمام بعده خلفوا من مسادة إذا عرفوا وبهذا الوصف قد وصفوا من قديم الدهر والزمن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العلم يا أهيل الجود والكرم مثل زين العابدين علي وابنه الباقر خير ولي والإمام الصادق الحفل وعلي ذي الأولى اليقين يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدرجي عطفة يا جيرة العلمين يا أهيل الجود والكرم فهم القوم الذين عودوا وبفضل الله قد سعدوا ولغير الله ما قصدوا وما القرآن في القرآن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العلم يا أهيل الجود والكرم بيت المصطفى طهري هم أمان الأرض فذكري شبه ملء أنجم ظهوري مثل ما قد جاء في سنة يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العلم يا أهيل الجود والكرم سبيل للنجاة إذا خفت من طوفان كل أذى فانجو فيها لا تكون كذا واعتصم بالله والصعيد يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العلم يا أهيل الجود والكرم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة
إلى الجود.